طالع من الملعب قرار الاعتزال ده مش سهل، لا طبعا خالص، مش سهل، لا 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 حتى خالص. لو جهاز فني وناس شايفه، وحضرتك اكيد مريت بده، بيبقى جواك حاسس ان انت لسه قادر عندك. قادر قادر صح، قادر وبتحاول وكده. لكن الميزه في عماد زي ما انت قلت ايهاب ايه، جات له عروض وهو رافض، هو مش عايز يخرج بره النادي الاهلي، هو بالظبط. مش عايز، خلاص انا ممكن اعمل ماتش اعتزال هنا. لكن يعني انا مثلا انا اجبرت ان انا اخرج من النادي الاهلي، مش خارج من مزاجي. انت لو خيرتني لازم تعود تجبر دي. طبعا، لان هو في حد في مجنون؟ اجيال اصلي، لا في اجيال ما كانتش متابعه. ما ينفع يعني. بص يا ايهاب، هو في كلمه بقول ما فيش حد مجنون وبعمل لك حركه تاني موجود في النادي الاهلي بقول لك انا عايز امشي بره النادي ده، تعرف ان هو كده تروح مصنفه متخلف كرويا، بس انت في مكان تتمنى تبقى موجود فيه طول حياتك، لعيب اداري اي حاجه، طول ما انت جوه النادي ده انت في احسن مكان في الدنيا. عشان كده بقول لك استحاله تخرج بره النادي بمزاجك، تبقى كرويا انت بني ادم متخلف. لكن